غبي يعمل جندي ورطة. اسمع يا جندي، سيأتي الضابط اليوم وأريدك أن تحفظ ما سأقوله لك بالحرف الواحد. حسناً علم يا سيدي. إن سألك كم عمرك؟ 25 سنة. كم مدة عملك؟ 3 سنوات. أيهما تفضل، البندقية أم الرشاش؟ الاثنين مع بعض. احفظها جيداً. علم يا سيدي، اعتبرها خالص. بعد ساعات جاء الضابط وجاء دوره ليسأله. أنت يا جندي كم مدة خدمتك هنا؟ 25 سنة يا سيدي. ماذا؟ وكم عمرك؟ 3 سنوات يا سيدي. ما هذا؟ أنت مجنون أم أحمق؟ الاثنين مع بعض يا سيدي.